هنصنفها هايبر بيجمنتيشن وهايبر بيجمنتيشن او هايبر ميلانوزس وهايبر بيجمنتيشن. الهايبر ميلانوزس ديكريز بيجمنتيشن اوف ذا سكن، او الاسم الثاني بتاعها ليكوديرما. لايتر سكن ذا نورمال، الجلد يبقى لونه فاتح، بنقول عليها هايبر ميلانوزس او هايبر بيجمنتيشن او ليكوديرما. كلمه اميلانوزس توتال لاك اوف بيجمنتيشن، دي بيجمنتيشن لوس اوف بريفيوسلي اكزيستنج ميلانين. يعني الفيتيلوجو مثلا، الفيتيلوجو بنقول عليه دي بيجمنتيشن. الهايبر بيجمنتد نيفاي ولوس انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن بنقول عليه هايبو بيجمنتيشن. يعني كلمه دي بيجمنتيشن خاصه بالفيتيلوجو. الاميلانوزس، الاميلانوزس ده بنقولها اكتر في حالات الالبينيزم، هو اصلا ما عندوش ميلان اصلا من الاول، لو كان عنده ميلان وحصل له لوس بنسميها دي بيجمنتيشن. الهايبر بيجمنتيشن والهايبر بيجمنتيشن يا اما سببه حاجه من الاثنين، رقم واحد في مشكله في الميلانوسايت، يعني في الهايبر بيجمنتيشن عندي الميلانوسايت لو زادت ممكن تعمل لي هايبر بيجمنتيشن. الهايبر بيجمنتيشن ممكن لو الميلانوسايت عندي قلت تعمل لي هايبر بيجمنتيشن، او يكون الميلانوسايت في الهايبر بيجمنتيشن او الهايبر بيجمنتيشن نورمال ما فيش مشكله، لكن المشكله في الميلانين، في الميلانين. فزياده الميلانوسايتس في حالات الهايبر بيجمنتيشن بيسموها ميلانو سايتوتيك هايبر بيجمنتيشن. كلمه ميلانو سايتوتيك يعني increased number of melanocytes. الهايبر بيجمنتيشن اللي فيه الميلانوسايتس العدد بتاعها طبيعي لكن الميلان هو اللي زايد بيسموها ميلانوتيك. ميلانوسايتوتيك يعني increased number of melanocytes، ميلانوتيك increased number of increased amount of melanin with normal blood. احنا ما عارف تصدق في التحولات الطبيعيه، انما انا عندي ديزيز. الاماونت بتاع الميلانين داخله جوه الخليه، الاماونت بتاع الميلانين اللي هي داخله جوه الخليه، كميه الميلانين زادت لكن كميه الميلانوسايت ثابته، او كميه الميلانوسايت زادت يسمى ميلانوسايتوتيك. ميلانوسايتوتيك جايه من ميلانوسايتوتيك وميلانين ميلانوتيك. تمام. الهايبر بيجمنتيشن نوعين، في ابيديرمال هايبر بيجمنتيشن وفي ديرمال هايبر بيجمنتيشن. الهايبر بيجمنتيشن بيحصل نتيجه change في الميلانوسايتس، increased number of melanocytes at the dermal junction of epidermis، او increased melanin في الابيديرمس، او الهايبر بيجمنتيشن نتيجه presence of melanocytes في الدرمس او presence of melanin في الدرمس. الابيديرمال هايبر بيجمنتيشن بيسموه ميلانو ديرما، ودايما بيبقى الكلر بتاعه براون، براون هايبر بيجمنتيشن. عارفين فريكلز؟ الفريكلز ده بيسموها بديرمال هايبر بيجمنتيشن عشان الكلر بتاعه بقى لونه، بعض حالات الملازمه بيقولوا انها براونش. انما مثلا الديرمال هايبر بيجمنتيشن بيبقى لونه بلو جراي. عارفين البرو بتاع هايبر بيجمنتيشن ده ما بيبقاش واخد البراون كلر بتاع الفريكلز، بيسموه ديرمال هايبر بيجمنتيشن اللي هو البلو جراي او سليت جراي اللي هو رمادي هايبر بيجمنتيشن. اللي بيديرمال هايبر بيجمنتيشن نوعين، يا اما ميلانو سايتوتيك increased number of melanocytes، يا اما ميلانوتيك ديرمال هايبر بيجمنتيشن، ديرمال هايبر بيجمنتيشن اللي هو increased melanin content of keratinocyte with normal number of melanocytes، ميلانو سايتوتيك و ميلانوتيك. الديرمال هايبر بيجمنتيشن ميلانو سايتوتيك كيز نمبر اوف ميلانوسايتس في الدرمز، او ميلانوتيك برضه نفس القصه. والهايبر بيجمنتيشن نفس القصه، الهايبر بيجمنتيشن يا اما ميلانو سايتوبينيك زي بان سايتوبينيا، تمام، او
ميلانو بينك decrease the number ايه of ميلانو hyperpigmentation. هي بيقلل النمبر الميلانو hyperpigmentation يزود النمبر يزيد النمبر. بس hyperpigmentation هي بيديرمال و ديرمال hyperpigmentation. عشان اعرف حد يمسك الجيم بول بتاعتي. في شهر الكومنتيشن هجيب لك الديفرنشال ديفرنشال شهر حاجه في ورق ولا معايا ورق او فلوس كمان ورق او فلوس شهر كمان هو انت لما تيجي تتكلمي على بوستن في هذا الكومنتيشن بلاش ده على اللايك هتكلم على اللايك هنا الجماعة يعني هو هنا قال لك الهايبر فيشن هايبر كومنتيشن خلاص انا عندك لايك من راسي مش موجود معاك في الشطر حاجه كتير برضه فوكس ستيف مش موجود معاك كتير مع كده الميلانو سايتوتيك هايبر بيجمنتيشن والميلانوتيك بيدرمال هايبر بيجمنتيشن مع نفس بقى عشان الدنيا ما تلخبطش بيدرمال هايبر بيجمنتيشن نوعين ميلانو سايتوتيك وميلانوتيك. الميلانوسايتوتيك قليلين لكن اهمهم اللي انتجوا جمعها لينجنز وبعض الكونجنتال ميلانوسيتيك نيفول الاكسبوجر للبوفا بيعمل الميلانوسايتوتيك هايبر بيجمنتيشن. الميلانوتيك هايبر بيجمنتيشن اشهر مثالين ليها الفريكلز عشان بيجي ممكن يجي سؤال امتحان كومبير فريكلز اند لينشنز هو حتى الكلينيكال بيلخبطوا شويه فريكلز واللينشنز وانا هو كمان عندي الملازمه وفي امراض ثانيه كتير طبعا مكتوبه في ورقه الكلاسيفيكيشن يعني لازم تكونوا عارفين الفرق بين الفريكلز واللينشنز. الميلانوسايتوتيك ميلانو هايبر بيجمنتيشن او الانتيجو جمعها ايه؟ لينشنز. اللينشنز عبارة عن سبوتس بقع قد تكون فلات او سلايتلي ريزد عالية شوية الكلر بتاعها ما بين براون لدارك براون او لغمق شوية يبقى عندي بلاك. الانتيجو ممكن الاقيه في السن اكسبوزد والصن بروتكتد الاثنين ممكن الاقيه في الميوكس ميمبرين ودي الكراتيريا بتاعت اللينجنز الباثولوجي بتاعها ابيديرما ميلانو سايتوتيك هايبر بيجمنتيشن. لو قارنا بين الفريكلز لا ده السبوري كراتوس فول ايج هوريك دلوقتي الاولد ايج اللي عامل زي البلين وورك لايك ليشن ده بيبقى السبوري كراتوس اللينجنز وفي الوش بس برضه هنا بيطلع في نفس المكان ده سوري الكلاتوس برضه ممكن في الاول تلاقي حس ان هي فلات شويه في بدايتها بتبقى فلات شويه اللينجنز بيبقى اوراق دلوقتي اوراق دلوقتي. لو قارنا سريعا بين الفريكلز واللينجنز الفريكلز تطلع فين؟ سان اكسبوزد دي فرق بين اللينجنز وبين الفريكلز. الفريكلز تطلع في الميكوس ميمبرين نو ميكوزا افكشن الباثولوجي ميلانوتيك ابيديرمال هايبر بيجمنتيشن مش ميلانوسايتوتيك خلاص ده الفرق بين الفريكلز والهايبر بيجمنتيشن الانتيجو او الانجنز والفريكل. الانجنز ممكن يبقى عليه امتحان طبعا عشان تكتبي له انواع الانجنز والسندرومز اسوشيتد ويز الانجنز او ممكن ينزل سندروم واحد من السندرومز بتاعت الايه؟ الانجنز. الانجنز او الانتيجو زي ما احنا عرفناه ده عباره عن سبوتس او هايبر بيجمنتيشن ميلانوسايتوتيك ديرمال هايبر بيجمنتيشن لونها بيبقى براون او براون دارك براون او بلاك فلات او سلايتلي ريزد سان اكسبوزد اند سان بروتكتد سام تايمز افكت ذا ميوكوس ميمبرين التايبس بتاعها الانتيجو سمبلكس. الانتيجو سمبلكس هو نوع من الانجنز بلاقيها عند الاطفال مش اسوشيتد ويز اندرلاينج سندروم بلاقيها عند الاطفال ما معاش سندروم ولا ليها علاقه بالسن اكسبوجر اصلا خالص ده بيسميها الانتيجو سمبلكس لا لها علاقه بالسن اكسبوجر ولا
associated with syndrome. Solar أو سنايل لينتيجو يبقى دي جايه فين؟ سن اكسبوزد المكان النوع دوت بيجي في سن اكسبوزد سولار لينتيجو ده اللي احنا بنشوفه في الناس اللي هم سنهم كبير البقعه اللي هي البطش اللي هي براون او دارك براون او بلاك رقم ثلاثه دي بيسموها سولار او سنايل لينتيجو ده او ده مفيش مشكله رقم ثلاثه اللينتيجنز ممكن الاقيها واخده درماتوما ديستريبيوشن جزء من النك جزء من التراك واخده درماتوما ديستريبيوشن بيسموه اجمينيتد لينتيجينوزس او بارشال يونيلاترال لينتيجينوزس درماتوما ديستريبيوشن اللينتيجنز ممكن تبقى جنراليزد بيسموها لينتيجينوزس برفيوزا يعني كتير يعني ممكن درماتومال ممكن جنرالايز ممكن تبقى لوكلايز ممكن تبقى لوكلايز سان اكسبوزد اريا اذر تايبس ممكن تيجي مع البوفن مع الراديشن مع التانينج بيد اللي هي سراير الشمس اللي بتطلعها بره عشان ياخد لون اللي هو الايه؟ البرونز ممكن الاقيها اورال على اللبس او انترا اورال ليبيال اللبس فالفا وبنايل ممكن الاقيها على جينيتال في جينيتال لينشز خلاف الفريك من 10 سنين من الايه؟ لينشز لينشز اهيت دكتور هو الفريك ده زياده مش ايوه فريك طب والانجنز دي ايه؟ الانجنز ما يعني ما ملهاش الانجنز ايه؟ ملهاش اسم ما اعرفش اسمها لا اسم العاده طبعا بس ما اعرفش ايه دي مش بتسال عليها هي دي اللي بتسال عليها بتعرف الفرق بينها وبين ايه؟ دي كلر بيفضل كلر يعني ايوه دي حاجه مش ريز لا ما في حاجه ثانيه اوريها لك دلوقتي زي بلين وورد لايك ليجن يعني اسمها سولار لينشن او سنار لينشن عارفه دي؟ عارفين دي؟ لا مش سبريك كراتوز لا بتبقى ثانيه بتبقى كلينيك او سبريك كراتوز ما هو سنار لينشن او سولار لينشن كل ده لينشن اهو بناء لينشن اهو كلر هي مش دي اللي هي عند نيكول سبب موجود عند ايه؟ فليكرز يكون ايوه دي بقى ده في مسكين او دي فريكنز ولا لينشز لو هي واخده السن اكسبوزد بس اكتر دي بيبقى عباره عن فريكنز او مرة فريكنز واحده بقى اشوف واحده اسمها كلها اسمها كلها اللي هي لا فتحه حسنات ولا لا مش حسنات زي النمش دي بيبقى اسمها كله بيبقى سايب بقى كبير شوية ما اعرفش هي اسمها كله دي بقى سبوريت هي مش ظاهرة على الجلد هي لونها ده بس دي مجرد كلر اه ده مش طيب اوريكي بقى يعني هي دارك عن الفكر واكبر منها شايفين دي مثلا ممكن تبقى ليها جنرالايز او ايوه ممكن تكون جنرالايز بس يعني انت تبقى شكلها دارك شويه عشان ايه؟ عن فريكلز دي هيبقى صعب او سيبريك كاتوزيس سلوك
لا سيبريك كراتوس يعني هي ليش منها في الصورة، هي الصورة كويسة وانت مش بانها او دي السيقول لك هاتو ازاي شكرا لك روح شو stuck on our brain of lactation التانية just color syndromes associated with vengeance syndromes associated with vengeance كابون واحد زيرو ديرما بالمنتوز زيرو ديرما بالنسبة ما خلنا في الجيرو المنتوز ده فوق السيستي بالمنتوز بيبدأ بعد ست شهور من ستة من أول ست شهور يبدأ حصل له فوتو سنسيتيفيتي سكيلينج وريسيما في السن اكسبوز ليتر اون في السن بروتكتد اللي في السمر ليتر اون اول اوفر ذا يير وبعد كده يبدأ يخش في اللينشنز ويخش في الكولي ديرما ويخش في السكين كانسر زي المجمنتوزا بنلاقي فيها البيجمنتيشن موجودة في الفيس بيبقى عبارة عن لينشنز ميتكتل ايه برولوكت فوتو سنسيتيفيتي رقم اتنين في عندي سندروم اسمه بوتز جيجر سندروم البوتز جيجر سندروم كاركترايزد باي لينشنز زائد انتستينال بوليبس اللينشن بتاع البوتز جيجر سندروم كاركترايزد باي بيري اورال and intra-oral حلل الماوس intra-oral ممكن لقيها في الهاند والفيت والفورارم والليجز تظهر عند سن 5 سنين وتقريبا عند البيوبرتي بيحصل لها decline أو disappearance غالبا أغلب حالتها الانجز بيسعى البوز شوغر سندروم عند time of puberty على intestinal bulbs small intestinal bulbs ده عبارة عن مرطومة may be complicated by abdominal pain, vomiting, ملينا ممكن تعمل لي intussusception ممكن تتحول إلى skin cancer في 50% من الحالات ده البوتي جوجر سندروم البوتي جوجر سندروم بيبي أورال إنتراولار ليجنز يعني بس ممكن يبقى برضه كده سبوكس كده اهوت اهو انتر اورال الفريكلينج بيبقى في مكان معين في الاكزيلا والبرويد لا بقى مش برضه بيبقى على الوشمين في اللفظ بمعاه كفي الماكيول بعيد خالص عن الباقي ما بيبقى ايوه قصدي يعني يعتبر برضو لا دي تعتبريها كفي الماكيول في الماكيول في الايه لا الاكزيره ماشي الاكزيره الفريكلينج ماشي بتلاقيها مع عند العيان انما الليجن انت بتلاقيه في ناس بتيجي في وشهم كده في وشهم ما انا هقول لكم على الديفرنشال ديجنوستكس بتاعها دلوقتي عشان بس دي عينه برضو عندها انا هروح اقول لك على انت قصدك عليه وقتي دي انا طبعا عندها برضه بيزيجر سندروم اه
ده اللينشنز ليبيال لينشنز. خلي بالكوا لو الحاله دي جت او الحاله دي هي جت بس وذوت اسوشيتد استنى بريبوزز شايفين ده مثلا الحاجه دي مثلا هنشوفها كتير قوي الحاجه دي اللي هي المايند دي دي هتشوفها كتير جدا ده اورال او ليبيال لينشنز بس ايزوليتد فايندينج ما فيش فيها خالص يعني العام بيجي بوقتين كده خلاص ما نقولش بقى لها بوت جيجر سندروم اللي هو عنده 20 30 سنه بوت جيجر سندروم بيبدا اللي بيجي اورال انترا اورال معاه اصلا بلوز اللي في حاله الكراتيريا وعند البيبرتي بيحصل لها تسبير اصلا دي كلها ايزوليتد لينشنز ممكن عليها نقول عليها لينتكو سيمبلكس ماشي ممكن عليها اورال لينشنز نوت اسوشيتد ويز سندروم نوت اسوشيتد ويز سام ايه البوت جيجر سندروم مثلا بتاع الارسيك سيستم يعني لا ليه ما مش لا البوت جيجر سندروم ليه اثنين اخوات شكله بالظبط في سندروم اسمه لوجير ده فرنساوي هونزيكر سندروم وفي سندروم اسمه كرونخايت كندا سندروم قريبين جدا منه ولازم يبقى تبقى انتوا عارفين. اللوجير هانزكر سندروم ده ممكن تشوفه كتير جدا. شكل البوتجيكر سندروم بالظبط. But no intestinal bullying. So it is harmless syndrome. يعني يبقى فيه بير اورال انترا اورال وفي على الهاند والفيت لينجنز وفي لينجنز في النيل ميلانوكيا بس ما فيش intestinal bullying وبالتالي هو عباره عن ايه؟ harmless سندروم ماشي ده اللي بيسموه لوجير هونزكر سندروم كرونخات كانت سندروم زي يعني يبقى احنا البودي شوجر لينجنز وبوليبس شلنا البوليبس فضلنا اللينجنز بقى لوجير هونزكر سندروم لو كرونخات كانت سندروم لينجنز زائد بوليبس بس اللينجنز بتاعته نو انترا اورال لينجنز كوتينيس بس يبقى هو عباره عن كوتينيس بس يبقى احنا شلنا هنا الانترا اورال بتاع في الهاند والفيت وفي النيل ممكن تلاقيه معاه الوبيشيا ومعاه نيل ستروفي والى اخره بس هو نو انترا اورال لينش زائد ان البوليت بتاعته ده عباره عن مرطومه المرطومه زي ما انتم عارفين ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروليفريشن بيحصل من نفس النوع بتاع التيشو النورمال ريت بس بط ان ديز اورجانيزد ماتر انما ده عباره عن ادينوما الادينوما ده عباره عن برين تيومر دي بقى في اللارج انتست ده في السمول انتست ممكن تتحول الى برضه مالينانس يبقى هنا بننقص واحد الانترا اورال بيطلع لنا يكون خد كندا سندروم بننقص هنا اللي هو الانتستانا بوليبس نعم ما تجيش اوتوما نيس بينوس ولا حاجه على ايه؟ على اللينتو نفسها على اللينتو نفسها لا هي لو هي وجود اللينتو نفسها كتسكين عالي الانسنس اوف بي سي سي وز كومنس كارسونوما ليجنت النوم زي الماء بس هي الحته الواحده عشان بس انت فتحت السؤال ده هو دلوقتي اللينتجو اهو هو اسمه لينتجو بناين حاجه بناين لو الميلانوسايتس بتاعته بدات تتحول لماليجنت ميلانوما بيتغير اسمها للينتجو مالينا ميلانوما او خلاص مش مشكله هي اسمها كده خلاص انا مش هشرح مالينا ميلانوما لينتجو لو اللانوسايتس بتاعته انطبق في لينتجو ديفولب مالينا ميلانوما يسموها لينتجو مالينا ميلانوما لينتجو مالينا ميلانوما وده افضل نوع من افضل انواع مالينا ميلانوما في البروجنوز بتاعها اسمها لينتجو مالينا ميلانوما طيب انما هي بي سي سي وسكومس كرسوما زي الجلد العادي انما هي نفسها ممكن تتحول اه لمالجنت ولا طيب احنا كده خلينا سندروم لوجير هانزكر سندروم وخد كندا سندروم طيب رقم ثلاثه في اذر سندروم اسمه كارني كومبلكس او كارني سندروم كارني كومبلكس او كارني سندروم خلينا نحفظ واحد بس منه اللامز سندروم كارني سندروم هو اللامبا سندروم لينشنز اتريال ميكزوما تيومر طبعا كونكتيف تيشو بتاع الهارت ميكو كوتينيس ميكزوما
تيومر طالع من الكونكتيف تيشو بتاع الشولدر والبريست وبلون نيفاي. النيفاي اللي هي شكلها بيبقى بلويش لون نيفاي. اخر حاجه النموذج السؤال الامتحان برضه قال لي ليوبارد سندروم. ليوبارد سندروم هو كلمه ليوبارد يعني زي الفهد اسمه النقط زي الفهد. ليوبارد سندروم اختصار لينجن ECG conduction defects في الهارت، ocular hypertrolism بيجي يبص في حاجه كده ما بيقدرش يتحمل ان هو يعمل ينزل حاجه زي الاستيبلس عنده، ما يقدرش يعمل maintaining الفيجن اوف النير اوبجكتس. بالمونري ستينوزس، abnormalities of genitalia، retarded growth، deafness. ده ليوبارد سندروم وممكن ينزل على فكره ليوبارد سندروم. بتاعي الاسماء اللي موجوده في الهول الانترنال يعني اللي هو سكرين ما هو ده في الشابتر بتاع عشان الكوتينس ديزيز اسوشيتد ابدومينال ستيشن كوتينس ديزيز اسوشيتد ويز ابدومينال سي كوتينس ستيشن. اه بعد كده هنتجمع فيها. ده اللي برضه سندروم هو طبعا بس هو كان طبعا جاي جزء من العيان مش كمان شايفين الليشنز. ده اللي برضه سندروم سافين الاكستنسيف اي لينجز. لو اللينجز مساحتها كبيره جدا لو اللينجز مساحتها كبيره نوت اسوشيتد ويز سندروم بيسموها لينتيجنوزس بيرفيوز او جنرايز لينتيجنوزس. لو اللينجز واخده درماتوما ده بيسموها بارشال يونيلاترال لينتيجنوزس. خلاص اللي انت كنت مسالي عليه خلاص في عيان بيجي لك لينجز اهوت بالمنظر دوت سيجمنت ده بنسميه بارشال يونيلاترال لينتيجنوزس. بص الفرق بين ديت ودي ايه؟ ده البرشا اليونيتر انتيجنوزس واخد دوماتوم دوت شايفينه؟ مش هنعمل ايه بس نيورال 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 شايفين سبولس نيفاس؟ اه سبولس نيفاس سبولس نيفاس هي سبيكينج نيفاي over a background of طفيق الماكيول like skin pigmentation. شايفين باك جراوند؟ تان. لا ممكن حجمه مش مشكله الحجم. التان تان براون يعني لونه فاتح خالص وسبيكت اوف اوفر ات ملانوس سيكل بول. شايفين باك جراوند؟ ما فيش فيها باك جراوند. ما فيش فيها باك جراوند. هي مجرد اكستنسيف بارشال يونيلاترال انتيجنوزس. ده الفرق بين نعم غير مكتوبه المهم وات ايفر يعني حتى لو ممكن ديماتوما مش مشكله ولا ديماتوما ليه اللينجنز اللي بتطلع البارشال يونيلاترال انتيجنوزس ممكن تطلع في مكان ديماتوما. لا مفيش باك جراوند النفس بلاش يبقى فيه باك جراوند خلاص النفس بلاش يبقى فيه لا بس ممكن تطلع صدر كده يعني لا مش صدر ده حاجه ده 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 مخ في السنس بيرس يعني او في السن الاولاني من عمري في السن الاولاني من عمري
يبقى كده خلصنا السندرومز اللي معاها لينشنز وعملنا كومباريزون بين اللينشنز وال الفريكز. مهمة جدا ممكن سؤال الميلانوتيك ميلانوتيك ابيديرمال هايبرمنتيشن الفريكز الاسم بتاعها تاني افينيز والجمع افينيز. فريكلز عبارة عن براون سبوتس أو هايبرمنتيشن بيحصل في السونيك سبوز ايريا يفر افكت ميوكاس ميمبرين يحس بالسيولوجيكال كاركترايز باي ميلانوتيك هايبرمنتيشن مش ميلانوتيك هايبرمنتيشن. بعض السندرومز ممكن يبقى اسوشيتد ويز فريكلز او ممكن بعض السندرومز ممكن يبقى اسوشيتد ويز فريكلز زي مثلا الزيرودرماجمنتوز فريكل. هو بصي اللي هي هي بيسموها فريكل لايك بيجمنتيشن ما تكبرش فريكليا. الكراوس ساين بتاع النيوروفايبروماتوز بيسموها فريكل لايك بيجمنتيشن هو مش فريكلز هي شكل فريكلز. في سندروم اسمه النين سندروم. اللي هي زي الكروس زي فريكلز بس فريكلز فريكلز باك جراوند ولا غير باك جراوند ما هو هي ودرماتومال. لا مش درماتومال هو ساعتها كانت الدكتوره هنا قالت احنا بس بنخاف انها في الاطفال الصغيرين عشان هي اليوم الجروش فكده لوحدها كده مش هتستعلي منها. مش فريكلز الفريكلز ده بيتم بيتقال ايوه مش يعني سوبر ايه ده دي نعتبرها ده ممكن تكون نيفار كلها بلانس جانكشن بلانس اكوير جانكشن بلانس تك نيفار يعني اكوير جانكشن بلانس تك نيفار. لو هي سكتر لو لونها غامق شويه و بس اللينجز لازم تكون ظاهره في السن الاخر شويه. ما هي دي زي دي كده هي زي ما انت بتقولي النيو فايبروماتوزس بس الحاجه بتاعها صغيره. اي واحده برضه كان شيء ما كانش عندها حاجه وبدا يظهر لها نقط منيه في الشو وفي اسمها برضه سندروم اللي هو النيو سندروم اللي هو عباره عن النيو فايبروما اتش ال مجزومه مجزوي نيو فايبروما والفليتس او الفريكس زي ما بتقول عليها hyperpigmentation. خلصنا كده الفريكلز وقلنا الفرق بينها وبين الايه انا مصنف لكم بقى الميلانوتيك hyperpigmentation لحاجات جينيتكس جينيتكس حاجات الفريكلز. نعم كلها احنا ما دخلناش في الديرما لسه دلوقتي الفريكلز فريكل حاجات جينيتكس. في عندنا حاجه اسمها كافيه لماكيول خدناها قبل كده كان في مايكروز الباسوج الباسولوج بتاعها ميلانوتيك ابيدرمال هايبر بيجمنتيشن. طبعا اتكلمنا عن ديفرنشال دايجنوز في الماكيوز في جنرال ماتوزس نيوفلوتوزس واحد نيوفلوتوزس اثنين فيبرس سكلوزس في الاتاكس الانجكتيزي وامراض كتير جدا بيظهر في الميكروز. وفي النورمال انديفيدوالز ممكن الاقي فيه اقل من ثلاثه كافيه الماكيوز بس ما بيحققش الكارتيه بتاعت النيوفلوتوزس. طيب في كمان عندنا البيكرز نيفرز عارفينها؟ البيكرز نيفوس دي عبارة عن نيفوس صوت to be related to androgen عشان بتظهر في سن near puberty 9 سنين 10 سنين 11 سنة 12 سنة بتبقى hyperpigmentation hyperpigmented badge mostly located at the shoulder of the trunk hyperpigmented رقم واحد hypertrichotic على الشعر زيادة شوية رقم اثنين sometimes they develop a smooth muscle hamartoma في شكل بابيولز يعني بعد فترة كده الاقي البيكرز نيفوس بدا يظهر عليها smooth muscle hamartoma او بابيولز ده عبارة عن smooth muscle hamartoma. في بعض حالات البيكرز نيفوس بتديفلوب اكني على المكان ده بس وده برضه بيسجست الاندروجين رول في البيكرز نيفوس. البيكرز نيفوس طبعا سهلة ومعروفة يعني طبعا بتروح لدكاترة كتير ممكن يبقى ايه راجل يعني العيال عنده خلاص يعني زحمة قوي فبقوم
فرصه عليك يعني بره قضيت يعني بس كده خدها عليك ومش عارف ايه بس كده مش فرصه عليك. شايفين اهو اهو ممكن كمان سايز بتاعنا الشغل اللي هو ايه؟ افرقها بينهم ازاي ان هي وان بنش بنش فيري لونج ديوريشن. ما انا بقول لك هو عشان انت ما تديش فيرتيكال لا شنو فيرتيكال بتيجي فيرتيكال بتيجي فيرتيكال ما تديش فيرتيكال مين مش ممكن يشوف فيرتيكال لو بص عليها من بعيد كده بعدم اهتمام بيقوم مديلها على كده اهو مختلف خالص يعني مش عارف ليه مش عارف وان سنجل ليجن ولازم يكون عنده هايبر ديجنيشن. مش شرط مين كومبوننت هو هايبر ديجنيشن يعني اهم حاجه هايبر ديجنيشن ممكن يكون معاه مش بلوتوث بس سنسور. لا مش سنسور حاجه هي ميلي سنسور بس كده سراوند هايبرتي هو المنظر هي طبعا في واحد اهو طبعا دي طبعا اماكن كتيره برضو بس بصوا على يعني حتى بيكرز تشوف بيكرز يونيفرس كلها اماكنها فين مداير اصل مفيش نافذ كتير للهجوم على وان اريا وصلت كده مش موجود ها؟ هي بتقول لك كونجنتال ايه؟ انت لو حطيت الاسم في حاجه اسمها كونجنتال هيري نيفس كونجنتال هيري نيفس لا طيب خلاص دي بيكرز نيفس البيكرز نيفس ده اغلب الحالات اللي احنا بنشوفها تبقى ايزوليتد نيفس هي واحنا كده خلاص معانا بيشتكي منها او بيشتكي منها او بيشتكي منها خلاص مفيش مشكله لكن البيكرز نيفس ممكن اي نيفس معاها سكليتال ابنورماليتيز بيسموها كذا نيفس سندروم يعني الابيدرمال نيفس اللي هي لها فروكا سيرفس لو معاها سكليتال ابنورماليتيز بيسموها ابيدرمال نيفس سندروم لو النيفس سبيشس في السكال معاه سكليتال ابنورماليتيز بيسموها نيفس سبيشس سندروم. البيكرز نيفس لو معاه سكليتال ابنورماليتيز بيسموها بيكرز نيفس سندروم. حاله واحده شفتها كانت بنت اصلا كانت جايه تشتكي من بريست اسيمتري كان بريست اسيمتري طلع لها بيكرز نيفس على الرايت بريست الرايت بريست بتاعها لحد ما هايبوبلاستيك بالنسبه للليفت بريست هو ديفلوبد عادي بس السايز بتاعه اقل وما كانش شكلها ملحوظ فدي نسميها بيكرز نيفس سندروم. بيكرز نيفس سندروم هو بيكرز نيفس وذ اندرلاين هايبوبليزيا اوف ذا بريست او بيكتوراليز ماسل او شيفت بول او بيكرز نيفس معاها هايبرتروفي في السكليتال ماسلز هايبرتروفي في السكروتم او معاها هايبرتروفي في السوبر رينال يعني اي بيكرز نيفس اسوشيتد كوز سكليتال ابنورمالتيز او تمام بس بنسميها بيكرز نيفس سندروم يعني عشان الاسوشيتد البيكرز نيفس انا ما بعالجهاش طبعا لان الريزلتس بتاعتها مش كويسه في التوسوتش ليزر انما لو انا متضايق من الشعر ممكن اعمل لها ليزر هير ريموفر لو هي موجوده في الوش ممكن تحط لها سان سكرين عشان ما تنبعش مع الاكسبوجر للصن ممكن تدي لها كريمات التفتيح تحسن معاها شويه لكن اغرب الناس بيشتغلوا ليزر والبروفيشنال قدام حتى في المركز القومي بيطلعوا من ايه البيكرز نيفس لان الريزلتس بتاعتها باديه ما بتجيش نتيجه قد كده حتى مع الماسك على الفتره طويله. طيب نيفس سبايلس نيفس سبايلس عباره عن تو كومبوننت شوف لكم محمد ما هو لو كان محمد يبقى شال جنبنا شال جنبنا نيفاس سبايروس تو كومبوننت كان باك جراوند لايت براون باك جراوند سبيكينج اوفر ات هو العنوان ايه دكتور حابب فيه؟ نعم. العنوان ايه اللي احنا بنقوله؟ احنا فيه ميلانوتيك ابيديرمال هايبر بيجمنتيشن تحت الاسم اللي هو الجينيتكس خدنا الفريكلز ده لانها جينيتك اتيولوجي طبعا عارفين ان علاج الفريكلز نفسه صعب جدا لازم كومبليت سان افويدنس والعينين اللي هم عندهم ريد هير دايما بقى عندهم فريكلز وده علاجه بقى صعب جدا 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 يعني علاجه صعب طبعا الكيميكال فيل والكلام ده كله برضه والليزر ترجع تاني على طول والريزلت بتاعته مش كويس اصلا من الاول. فريكلز بيكرز سبايلس نيفر نيفس اخر حاجه داولينج دينجوس هايبر بيجمنتيشن عشان حد ما يبقاش ميزد منكم. ديفرنشال دايجنوس اكزيلري فريكلينج ماشي اكزيلري فريكلينج ممكن يكون اكزيلري فريكلينج بتاع
النيور فايبروماتوز، وممكن بارشال يونيلاترال لنتيجنوزس اللي احنا قلنا عليه شويه، ممكن تكون نيفاس سويلس طالع في الاكزيل ماشي، لكن في ديزيز جينيتك اسمه ديجوز ديزيز او دابلنج ديجوز ديزيز اهو ده بيطلع في الاكزيلا وفي الجروين والانفرامري. ده فريكلي فريكلي او هايبر بريزنتيشن في ريتيكليتد هايبر بريزنتيشن موجود في الاكزيلا اهو في الاثنين، وموجود كمان في النك. اكتب لي يعني انا ما اقعد شويه شكله ما اقعد فيه ممكن تلاقي فيه هايبر بريزنتيشن شويه هايبر بريزنتيشن. ده اللي هو ده دوري الواحد دوري الجزيره هنا وهنا تحت البريست في البروين. هو بدل ما نعرفش بدل ما نقولش علاج لا بتستفيد من شخصية، هو مش كل حاجة لا، هو مش مطلوب منك العلاج، انت مطلوب منك التشخيص. مش أنا مشخصه عنكم إيه يعملوا إيه؟ لا هو أنت لازم هتعملوا إيه؟ هو أنت تعمل حاجة عنده إيه عشان يتعمل له حاجة؟ إيه؟ لا مش شرط، يعني هو جاي عن هو العيان ما يعرفش إن هو يتعمل له ما يتعملوش، هو جاي عشان تشخصيه تقول له إيه؟ أكيد مش مشكلة، أكيد كان بالآخر. أقول له دي حاجة مفروض أعمل فيها مفيش حاجة. هقول له لون وخلاص ما طلعش من الموقف. لا في حاجات ما في حاجات السيوريك كراتوزس بيرابتو فهتعمل كده زي ما انا شايف عارفه ان دي مع كانسر ساين اوف كانسر، انت مش شغلانتك ان انت تعالج المريض عشان تشخص المريض ايه؟ في حاجات كتيره جدا في مشاكل يعني الدراي بازز هتعالجها ازاي؟ الكانسوز نيجر كانسر ما بتعالجش معاك يا اما حاجه تشخص الاندر لاين بروبلم اللي عند العيان. رقم اثنين هو في واحد معوق دكتور بلديه يعني كان بيجي له زيرو ليفر اوجمنتوز على حاجه ويعالج على انيا فريكنز وهو يديها على جنبها كيميكال بيل والكلام ده كله طبعا. وده امثله يعني من انت بتعترض على اعمل له ايه عشان اعمل له حاجه بس عارفه يبقى عندك ده عباره عن ايه؟ المميز هو اللي بيتكلم ده يعني مزاج جدا. اما هو ما يعرفش حاجه اسمها زيرو ليفر، هو ديف عندها فريكنز وهو محتاج كيميكال بيل. ماشي كيميكال بيل ما اساسا مش كوم صعب ازاي؟ رقم اثنين اندوكراينا مخلص بس مخلص شيل ورق مخلص انا عايزه اعلم خليك بس بقى الورق متلم جرب طب الاندوكراينا الحاجات دي الاندوكراينا اللي ممكن تعملي بدل ما من عندك هابر بيجنتيشن طبعا اشهر حاجه اللي هو الادسونز ديزيز عارفين الادسونز؟ الادسون هايبو فانكشن اوف السوبر رينال جلاند. ايه اللي عمل هايبر فانكشن في السوبر رينال جلاند كان زمان اهم سبب ليها هو التي بي. دلوقتي اللي عمل ديستراكشن للسوبر رينال جلاند اللي هي الزون اللي بتطلع كورتيزول وحصل هايبر فانكشن فيها هو بقى اوتو اميون ديزيز بيجي في السوبر رينال جلاند يعمل لي هايبر فانكشن في السوبر رينال جلاند. فيشتكي من عامل هاي بوتنشال ديتو ابسنس اوف كورتيزول او كورتيزول ليفل فوميتنج شوك دايما في عند العين فتيج زائد الهايبر بيجمنتيشن الموجود في عند العين اللي هو ادسون. الهايبر بيجمنتيشن بيحصل في عيال الادسون نتيجه زياده الريليز اوف ميلانوسايت ستيميوتنج هرمون من البيتيوتري جلاند. ميلانوسايت ستيميوتنج هرمون من البيتيوتري جلاند. الهايبر بيجمنتيشن بتاع الادسون جنراليزد لكن بيبقى اكسنتويتد في السن اكسبوزد اريا الفليكشرال اريا الترومتايز الادرس اللي هو اللي زاد الاس تي اس هو اللي بيعمل الادرس هايبر بنتشن. لا لا ال 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 بيبقى معاه زياده في الميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون غير الاس تي اتش نفسه هو اللي بيعمل اللي هو الميلانوسايت ستيميوليتنج الميلانوسايت الاس تي اتش نفسه ليه برضه ميلانوسايت
ام اس اتش لايك اكشن جرانوسايت ستيميتنج نون لايك اكشن. هو اصلا بيجي الاس تي اتش ليه جرانوسايت ستيميتنج نون لايك اكشن وهو نفسه بيبقى اسوشيتد ويز ادشنز ديزيز برضه مع زياده الام اس اتش مع زياده الاثنين مع بعض. فبيعمل ستيميشن بيبقى موجود في السان اكسبوزد اريا في البريشر اريا في السكار اريا في النيبل والايرولا في الميكوس كمان ممبرين وفي الاكزيلا والفليكشرال اريا. ده الاديسونز هايبرجمنتيشن. الكرونيك رينال فيلير نتيجه برضه بيبقى معاها ميلانوتيك ابدينال هايبرجمنتيشن وفيريا بروتينيال كالف. رقم ثلاثه نيوتريشنال هنا برضه كمان على فكره في الاندوكراين هنتكلم عنه تفصيلا النهارده. الميلازما في ناس بتعمل لينك ما بين البلازما ومين الثايرويد ديزورز هم حاطينها هنا تبع الاندوكرينال هايبرجمنتيشن فتحط هنا برضه ايه الناس هنتكلم عنها تفصيل. نيوتريشنال زي البلاجرام. البلاجرام معاه هايبرجمنتيشن تمام انتوا عارفين البلاجرام الديفكت يبقى فين؟ النايسين اهو او ايه كمان غير النايسين؟ تريبتوفان. التريبتوفان ده امينو اسيد بيتحول للنايسين تمام او ديفيشنت نايسين انتيك سواء كان الاثنين دول ما باخدهمش في الدايت عندي ما باكلهمش في الاكل او العام بياخد نايسين وتريبتوفان عادي في الدايت مفيش مشكله لكن عنده مال ابزوشن ليفر سيل فيلير او ليفر سيروسس او عنده تيومر زي الكارسينوم تيومر كارسينوم تيومر بتمنع امتصاص التريبتوفان او النايسين بيخش العام في الماستيشن بتاعه الايه؟ البلاجرا اللي هي اول حاجه بتظهر عباره عن الدايريا ديرماتيتس ديمنشيا اند ذس. الراش بتاعه بيبقى مينلي في السن اكسبوزد اريا بيخف ويسيب هايبر بيجمنتيشن هو شكله عامل زي السن بيرن لايت والهايبر بيجمنتيشن بتاعه بيبقى عامل زي السلسله في الرقبه كده فبيسموها كاسلز نيك هايبر بيجمنتيشن. ركب بلاك اهي الذره الشعير اللي هي الحبوب دي بتساعد في الاكل ازاي؟ في الاكل البلاجرا ده طبعا كسر الزنك بتاع البلاجرا هو لسه كتير لا ان شاء الله عوض ده كسر زنك عشان هو دي كسر زنك ده الساين بتاع البلاجرا اللي انت عامل زي العقد ما بيبقاش كل حاجه كده لا مش كلها يعني ده هيلبنج ساين في الدايجنوست بتاع البلاجرا طبعا بيتحسن على طول بياخد في خلال يومين كل الرجل بيمسح على طول اللقاء نايسين او تكتفان او بياخد حاجه اسمها نيكوتينا ماي الكلام اللي احنا بنتكلم عنه قبل كده نيكوتينيك اسيد بس الاستراكشر بتاعه مختلف والافتكاس بتاعه نيكوتينيك اسيد احنا قلنا بيشتغل كانت هاي ديناميك وصل الافكت بتاعه من فلاش النيكوتينا ماي دي احنا بنستعملها في الجولز دي انتي انفلاماتوري ماليش فلاشنج افكت ماليش انتي هايبر ديناميك افكت يعني دي الازاج في دماغك ما تحطوش بولز انت مش جاي معاهم هتكون خدوا بولس مراك يعني يبقى جينيتك اندوكراينر ميتابوليك. ميتابوليك كمان عندنا اللي هو الهيموكروماتوز. الهيموكروماتوز على فكره عباره عن اكسس اير او اكسس روتين في الاسطول. الهيموكروماتوز ممكن يجي بهايبر بيجمنتيشن في السكن. الهايبر بيجمنتيشن في السكن ده ممكن يكون براون او جراي او بلاك وممكن يبقى واخد البرونزد كلر بيسموه برونزد دايابيتس لان الفريتين برضه بيزيد في البنكرياس هيعمل دايابيتس بريتس ممكن يزيد في البرين ياثر على الكريبلاند وبيأثر كمان على الهايبوثالامس فده يعتبر برضه ابيديرما ميلانوتيك هايبر بيجمنتيشن ابيديرما ميلانوتيك هايبر بيجمنتيشن. الملازمه طبعا اتكلمت عنها تفصيليه